طبعا حديث الكساء لدينا ولد كثير من علماء أهل السنة حديث له ثقل بمسألة بناء الإمامة، نمط الإمامة. ولذلك الفخر الرازي في كتابه القيم يعني تفسير مفاتيح الغيب يشير إلى هالمسألة، يقول إن قضية عصمة أهل البيت عليهم السلام وأن تبناها الشيعة بدأت من هذه. نعم، هي العصمة كما تعلم باعتبار نزول آية التطهير المباركة. نعم، وإحنا شرطنا في المعصوم يعني أو شرطنا في الإمام أن يكون معصوما. نعم، وأن يكون مطهرا من قبل الله عز وجل. نعم، ابتدأت. الفخر الرازي يشير إلى مبنى جميل جدا، مثلا عندما يمر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تفسيره، ينقل آراء العلماء، يقول ومذهب الأشاعرة أن البسملة لم تكن من القرآن. نعم، يقول ولكن علي بن أبي طالب يقول إن البسملة جزء من الحمد، بعدين يعلق بكلمة أنا أتمنى تكتب بماء الذهب هاي الكلمة. اللي يقول وهذا رأي علي ومنهجه أنه البسملة جزء من الحمد، منهج علي، ومن اقتدى بنهج علي فقد اهتدى. يقول هذا ترى منهج علي محمد وآل محمد، ومن اقتدى بنهج علي فقد اهتدى. هذا أنا أصوره نمط عالي، هو ترى أوصل رسالة العالم. ترى هذا نمط أمير المؤمنين. فحديث الكساء من الأحاديث التي ابتنيت عليها كثير من عقائدي، أضف إلى عقائدي كثير من علماء الأمة، لأن تدري جنابك عبد الرحمن بن الجوزي صاحب الكتب المشهورة المؤلفة تذكرة الخواص وغيرها، هو يعرض في بغداد. تدري الحنابلة كانوا مسيطرين، من اجوا السلاجقة، السلاجقة دولة طائفية. صحيح، لأن هي قضت علي من قضت على الدولة البوهية ونزلت في الواقع دولة سياسية يعني. لا لا، طائفية بامتياز. منعت عاشوراء، قتلت الشيعة في كل مكان، هدمت قبور أهل البيت عليهم السلام، بعض القبور. عبد الرحمن بن الجوزي حنبلي، والحنابلة كان لهم الساحة. فذات يوم سألوه قالوا له أي شخص أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كيف يجيب؟ إن قال أبو بكر هاج الشيعة، وإن قال عليها مو هاج السنة لحظتها. فقال الذي ابنته تحته، وهذا طبعا جواب هم محير، لأنه الذي ابنته تحته، فاطمة الزهراء تحت علي عليه السلام مو، وعائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. بقى الضمير لمن؟ الضمير يعود للنبي أم يعود لمن؟ يعني كل واحد يفسرها باللي يشوفها مناسبة إليه. فيقول حفيده يقول فدخلت عليه قلت يا شيخ يا جد أنت حيرت الآلاف، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ قال اسمع مني، والله الذي لا يوالي علي بن أبي طالب مصير سقر، بس أنا ما أقدر أفصح أمام الأمة. لاحظ المسألة، أنا نقل لي أحد الأخوة الثقات المقربين من أصدقائنا من أهل مصر، يقول ذات يوم والله كنت أطوف حول رأس الحسين، مقام رأس الحسين عليه السلام، فأتى الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه صاحب نهج البلاغة، شرح نهج البلاغة، يقول وقف عند الشباك ويدعو ويبكي، يقول أنا تلصصت عليه اقتربت من عنده، يقول فسمعت والدموع تنزل على خده، يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أني رافضي، يقول فرتبت على ظهره ضربت على كتفه، قل شيخنا ماذا تقول؟ يقول التفت أمسك بيدي قال بالله عليك أستر واكتم، قلت أنت منهم؟ قال نعم، والله منذ إن قرأت نهج البلاغة دخل حب علي في قلبي، وأنا شيعة لعلي. الله يرحم بول السلامة، يقول لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، هو يقول ترى إن في كل منصب شيعية جلجل الحب في المسيحية حتى عد من فرط حبه على وياه.